اسمع الاستاذ سلام الكل حاضر عندما طلعت مشايخ عنانا والعالم بالحب بيت الله وصام يوم مريت الحفل جاني الضيف العابر قلت هذا الليله يجمعنا لكم الشيوخ اللي رفيعين المقام اسمع الاستاذ سلام الكل حاضر عندما طلع المشايخ على المنام وعدت بالحب بيت الله وصام اسمع الاستاذ يا سلام والعدد من حج بيت الله وصامي يوم رأيت الحفل جاني الطيف حاضر قلت هذا الليلة يجمعنا الأكام الشيوخ اللي رفيعين المقام اسمع عدوة يا سلام الكل حاضر حتى ما طلع المشايخ على المنام والعدد من حج بيت الله وصامي ارحبوا الله يحييكم بارك فيهم وبارك عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يمسيكم بالخير جميعا مساء المحبة مساء الطين ومساء التقدير لك يا شيخ عراب لك يا شيخ مشعبي لكم يا صف يفوق ولكم يا عموم داعية ولكم يا عموم قبيلة يا شيخ عراب يا شيخ مشعوي ويا الجمع الغفير نعلم وتعلمون بأن المدح ما له سوق يباع فيه إلا لما تقابلت الصفوف ولا قد الخلق تشوف وتسمع وبنقول قول الحق وشهود الله في أرضه يا سلام الله على هل العوائد والسلوم لابت في حزة الضيق على شانها أنتم هل الطولات هي بدأ وقت اللزوم وليا حضرتم في المواقف رجح ميزانها الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح ونصلي ونسلم على سيدنا على سيد الفلاح نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم خلفة لربعي وبني عمي ومن على سيرتنا علمنا سلامتكم وطولة أعماركم وصل الأخ وابن العم محمد أحمد الشريف دعوة كريمة من مقام أخ فاضل وهو عريس هذه الليلة وفارس ميدانها والمعروف لدى الجميع باسم المهدلي والمعروف في اسم التعريف المرفوع بالضم والمعروف بين القبائل بالطلاقة وبالعلوم الغانمة أستاذ حضرنا من تشوفون من قبيلة عتوة الله عليكم زود ويحضر صفنا عين النواميس وعين الأخوة وعين الاعتزاز سيوف من قبائل عشير من قبائل بني هلال ومن قبائل الكنانة ومن قبائل الجغادية حضرنا في سيرة ابن عمنا محيين مسلمين ومباركين ومهنيين ويحضر يا عريس هذه الليلة صف الأخ محمد يحييكم بالسلام ومعه مشاركة وكسوة وعانية مبلغ 11500 لعريس هذه الليلة نجيب لنا الربع المطاليق يجملون وانتم خير من يستاهل وان قصرنا احملونا على جناح السلام بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير سلام وسلامة الجميع الله يسلمكم يا مرحبا والله يحييكم في البداية نحمد الله حمد الشاكرين ونسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأسأل الله الذي جمعنا بهذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته تقدم الشيخ عبد الرحمن بن حسين عطه وهو أشهر من نار على علم يتقدم قبائل عتود صبيان الدراع أنعم بهم وأكرم مشايخ وأعيان وأبناء حقيقة أعطاكم سمين وصفكم مجمد وهداياكم مقبولة باسم قبائل السادة الخلاوية وتوابعها وعلى رأسهم سيفنا وشيخنا
شيخ شمل قبائل السادة الخلاوية وتابعها الشيخ عرار بن حمد أبو الراس، نرحب بكم فرداً فرداً وأنتم تستحقون. وحقيقة والله إني قد قلتها في مجال سابق إني أشوف نفسي عدودي بين العتاودة وأخي محمد الشريف ومن على ساقته، لهم ما لأخوانهم من المحبة من أبناء العوارجة والود والعرفان. والله قدرنا على رد الجميل، ودنا نرحب بكم من الآن إلى الصباح، لكن لكم ترحيب عند الشيخ حسن العارجي باسم قبائل السادة عموما وقبيلة العوارجة خصوصا. الله يحييكم قبائل عتاودة. باسم الشيخ شمل السادة الخلاوي الشيخ عرار حمد أبو الراس، وباسم الشيخ العوارجة الشيخ مشاوي عارجي، وباسم فارس ليلتنا لهذه الليلة الأخ مدن عارجي، نقول لكم حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. حضوركم هو العطاء، أكبر عطاء وأكبر شرف وأكبر جمال حضوركم اليوم وتشريفكم لحفلتنا لهذا اليوم. وحياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.